اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الطاهر المطهر وعلى آله وسلم. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة والفوز بالجنة والفوز بالجنة والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم اغفر لي وارحمني تب علي انك انت التواب الرحيم. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك وشر ما عندنا يا ارحم الراحمين. اللهم اغفر لنا قبل الموت ورحمنا عند الموت ولا تؤذبنا بعد الموت ولا تحاسبنا يوم القيامة إنك على كل شيء قدير. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين فانصرنا على القوم الظالمين فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم يا مقلب القلوب يا مقلب القلوب يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. صلى الله على خير خلقه سيدنا ومحبوبنا ومحبوب قلوبنا محمد وعلى آله وأهل بيته صحابه أجمعين. آمين. بجاه سيد المرسلين رحمة للعالمين. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم.